المسيرة لأن انفدات منها الأمور كلها، أكثر من 100 مراسلة درنا من الوزير الأول الوزير ديال الداخلية، وحنا هابطين العامل الوالي الباشا سير كتاب احنا غادي نديروا لقاء، احنا عينا آخر ما كاين قالوا لنا وديروا اللقاء مع الوالي، ديروا طلب، درنا الطلب الأول، درنا الطلب الثاني، درنا الطلب، الوالي يستهزئ بنا، مشينا كجمعيات، مشينا كوداديات، مشينا كناس منظمين باش نلقاو، لأن القايد كيقول لك أنا ما بقاش في يدي، شوف الوالي، الباشا كيقول لك أنا ما بقاش في يدي، شوف الوالي، المخزنية دايرين ما بغاو كيقبطوا الفلوس علانية، الناس طغاو علينا، الفراشة، السكيرية، الصداع، الغوات، الزبل، ما لقينا من نقولوا، ثم احنا شنو كنطلبوا؟ احنا ماشي ضد هاد الباعة المتجولين، حنا كنعيشوا في الكريديات، ماشي ضدهم، ولكن يديروا لهم محل بعيد على المنازل، احنا منين سكننا وخدينا التيتر ديال الدار ديالنا، ساكن وزنقة. هاد الزنقة لاش عمروها؟ لاش جاو الباب المتاجر؟ عزيزي كمل الله حمدك، إلا كان هما إلا كان هاد الباعة المتجولين عندهم الحق أنهم يدوا التجارة كيكسب الرزق، أنا من حقي العيش الكريم، من حقي كمواطن تاع أنا عندي حق عندي وجبات ديالي، من حقي نعيش أنا في سكن ديالي، عندي حومة سكنية ماشي ديال التجارة، الناس في السوق كيمكن يستحملوا السوق مرة في السيمانة، حنا نقدروا نستحملوا مرة في السيمانة، حنا عندنا يوميا، لا واش أنا المواطن ديالي ناقصة؟ إلا هذاك الباعي المتجول ولا الفراش عنده الحق، أنا ما عنديش الحق، انا كمواطن عندي الحق نعيش في الكرامه ديالي، عندي الضريبه ما كنمشي كنقول لهم انا لا انا ما ضد شي واحد، ولكن السلطات الوصيه هي المسؤوله وهي عندها كامل الصلاحيات باش تنظم الامور، ما كانش يدخلوا لدارنا، لكن هذا عنده الحق يبيع ويكتم مدرسه، انا عندي الحق في عيش كريم كما قال لي على الحاجه تاع قبلك.